بالتالي اللي كانت ردة فعل كبيرة برشا من جماهير الترجي التونسي من كافة الصفحات الترجية وأعضاء الأوفياء إلى الترجي التونسي إلى السيد رئيس الترجي السيد حمدي المدب، كانوا بعثوا ببلاغ للسيد حمدي المدب. نحن نشوفوه على الصفحات الرياضية للترجي المساندون لأعرق جمعية والذي لا يهمنا لا المصلحة العليا للترجي إلا المصلحة العليا للترجي التونسي. نلتمس من السيد حمدي المدب أن ينظر بتمعن وتبصر في الأخطاء الفنية والتكتيكية التي قام بها المدرب ميشيل دي كاسيل والتي تسببت في تراجع مردود الفريق بصفة جلية، يعني ورقة بلاغ وتكويل برشا. كانوا الجماهير على ترجي بتعالى كانوا تلزم تحضر المباريات لانه المباريات بدون جمهور، كانوا قاموا ببلاغ للسيد حمدي المدب يطالبوا فيه باقاله ميشيل ديكاسيل، واللي نتصوروا كانوا ميشيل ديكاسيل ماهوش يخرج توا، لكن الاقرب والاكثر كان ميشيل ديكاسيل ماهوش يكون مع ترجي في دوري المجموعات في رابطه الابطال الافريقي.